توقعات الجمعة الموافق 24 مارس 24 أدار 24 تلاتة 2023. هيكون من المهم جدا النهاردة انك تظهر انك عارف ازاي تتكيف وتستمتع بحياتك، وانت مش بحاجة انك تاخد اي اجراءات ممكن تبقى محفوفة بالمخاطر والافعال الغبية في الاغراض اللي بتبقى عندك. هيبقى في حاجات كتير جدا ممكن تبقى بتديلك معنى في حياتك اكتر، هتخلي حياتك كاملة ليها قيمة اكتر يوم عن يوم، سواء بالنسبة ليك او بالنسبة للاشخاص اللي ممكن يبقوا قريبين منك في اليوم ده. هتبقى مهتم جدا مع كل اصدقائك بالنصائح المفيدة، في استعداد واضح، في استمتاع واضح ليهم، في تحدث، هيبقى في تواجد حلو جدا في المساء. بالنسبة ليك هيجيب تغيرات مش متوقعة في الخطط اللي ممكن تبقى عندك واللي هتبقى بتتكلم بيها بعد محادثة هتجيلك في التليفون او في اجتماع عندك. بالنسبة ليك النهاردة هيبتدي يكون في تطور حلو، في حدث هيبقى يبتدي يحصل هتتوقع انه هيكون عندك في اليوم ده او في نهاية الاسبوع. اشخاص كتير جدا هيبقوا بيساندوك في محادثات اجتماعية هتحصل مع شخص يعتبر غريب عنك، في شوية معاني ممكن تبقى هتحس بيها انت بس في اليوم ده. بالنسبة ليوم الاحد يعتبر يوم صعب لان الاحداث اللي هتبتدي تحصل فيه والخطط اللي بنبقى بنخطط ليها هتتطور ببطء شديد، وده هيبقى بيختبر صبرنا بشكل كبير جدا، بيطلب مننا اليوم اننا نبقى بننتظر بطريقة جديدة علشان نبص للمشاكل بطريقة مختلفة حتى لو نشأت في الوقت اللي جاي. مش تعقيد مننا ولا تلخبط في قراراتنا، لا بالعكس، علشان نتريس شوية في كل أفعالنا اللي ممكن تبقى متسرعة. هيبقى اليوم ده في انتظار شوية، هيبقى كل حاجة مختلفة عن قبل كده، في تجاهل للأشخاص اللي بيبقوا مش بيحبوك في اليوم ده، حاول تتجنب انك تتقابل معاهم او حتى تتكلم معاهم. اليوم هيبقى حلو جدا، هيجيب ليك شوية هدوء شوية سلام مهمين جدا ليك ولنفسك في الداخل وفي الخارج، لكن هتهتم بداخلك اكتر في اليوم ده. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا ببر بيكم وبدعمكم ليا.